السلام عليكم. بسم الله. هنعمل الصور كريم او الكريمة الحامضة في البيت من مكونات سهلة قوي. ليه الكريمة الحامضة؟ لانها مفيدة جدا، هي فيرمنتد كريمة، فالكريمة اصلا مفيدة واسهل في هضمها من اللبن، ودي الفات او الدهون الصحية اللي احنا بندور عليها، فالدهون صحية وكمان متخمرة ففيها انزيمات والبكتيريا فسهلة هضمها، وهي اصلا يعني الفاتس اصلا بتاعتها سهله، اسهل من هضم اللبن كتير قوي. وممكن تكون بديل لينا في ايه بقى لما نستعملها. شوفوا دي اللي انا عملتها في البيت، حلوه قوي. ممكن تكون بديل المايونيز، هيجي بقى الصيف والسندوتشات وعاوزين مايونيز، هي دي احسن كتير من المايونيز. ممكن احط عليها توم، ليمون، شويه خل، واعملها تطلع تحفه. احط عليها شويه نعناع، شويه دل او الشبت، رائعة جدا. بقدونس بتطلع حلوة، الخيار كأنها سلطة زبادي، رائعة وريتش كمان يعني غنية، فممكن تخلي لي أي ساندوتش كتير حلو. أوكي، لو إحنا بقى ولادنا بيصروا بقى وعايزين مايونيز والكلام ده كله، لا أنا ممكن أعمل إيه بقى، ممكن أضيف يعني هي كلها ساور كريم وشوية من المايونيز. إيه لو انا ما عملتلهاش ما طلعتش، ممكن لما انا اجهزها في البيت ما تطلعش حامضه قوي، فدي كمان بتعمل بتطلع في سندوتشات حلوه قوي زي اللبنه كده. ممكن كمان احطها على لو انا عامله كيك صحيه، طبعا كوكيز حاجه بحطها عليها، اتس رائعه مع عسل، بتطلع حلوه، بتدي طعم حلو قوي. الساور كريم الحاجات اللي لازم تكون في بيوتنا ونعملها بسهوله. نشوف نعملها ازاي. هستعمل اي نوع كريم، دي الهيفي كريم او اي كريم، حتى الكريمة اللي هي الكريمة الفريش الطازة بتبقى احلى واحلى كمان. بس خليت الكريمة دافية شوية، اوكي، لانها كانت خارجة من التلاجة. هضيف لها بقى معلقة كبيرة من الزبادي. انا كمان خليت الفخار ده دافي شوية كويس عشان يمتزجوا، واسيبها حوالي 24 ساعة ومكان دافي. يعني انا لو عندي مثلا فرن استعملته وطفيت عليه وخلاص وهو دافي مش سخن قوي بحطها فيه، بيبقى بيرفكت. وادي الساور كريم بتاعتنا، شوفوا جميلة قد ايه، طعمها حلو قوي على فكرة، طعمها احلى من الزبادي بس تقيلة، مور فات يعني، فاتي شوية، رائعة سهلة قوي. ابدأوا اعملوها، اشوفكم فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.